كمان. قال لهم من فضلكم عايزين ننهي الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، خلونا نستريح يا جماعه، اللي يكسب يكسب. والله كنا بنقول كده، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. يبتدي ينظم نفسك، وكره القدم المصريه هتتنقل نقله تانية خالص. لكن احنا دلوقتي بصوا حضراتكم بقى، النادي الاهلي ما يعرفش يقيد لاعيبته. ليه؟ لان الاتحاد المصري اللي هو الاصل ما بعتش الخطابات للاتحاد الافريقي، وبالتالي هيظل النادي الاهلي مرفوض مشاركته لحين لما الاتحاد المصري يبعت اسم النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي طلب موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الاهلي. والنادي الاهلي بيعتمد على ايه يا جماعه في ده؟ مش اي كلام وخلاص، لا. النادي الاهلي هو بطل الموسم السابق، بطل الدوري في الموسم السابق. النادي الاهلي متصدر الدوري حتى الان قبل نهايه الدوري بمباراتين. النادي الاهلي هو النادي الوحيد لو لا قدر الله اتغلب في المباراتين هيبقى اول يا تاني. طب يا جماعه الموضوع كله معمول ليه؟ انا نفسي افهم هي الناس دي بتعند مع النادي الاهلي ليه؟ او بلاش بتعند، هي الناس دي بتفكر ازاي؟ بلاش بتعند وبلاش الكلام ده خالص، ولكن كيف يفكر او كيف كان يفكر اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم؟ ازاي بيفكروا؟ النادي الاهلي يفضل قاعد مستني لغايه لما حضرتك المفترض ان انت تبعت الجواب ده من اول الشهر. كل اللي كان بيحصل الفتره السابقه دي كان مسكنات. خد مسكن، خد مسكن، خد مسكن، لكن الانديه المصريه خصوصا النادي الاهلي بتدفع ثمن المسكنات اللي عملها الاتحاد المصري خلال الموسم الاستثنائي الغريب اللي احنا كنا فيه السنه اللي فاتت. في بعض الانديه، او خلينا اتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي لم تؤجل له مباريات مؤجله. انديه تم تاجيل مباريات مؤجله ليه؟ النادي الاهلي هو اللي لعب كل 72 ساعه. بقيه الانديه او انديه اخرى لم توافق على اللعب كل 72 ساعه. كنا زماننا خلصنا من اللي احنا فيه ده. كنا زماننا خلصنا، واللي خد الدوري احتفل، واللي ما خدش الدوري ظبط نفسه وعمل كل حاجه. النادي الاهلي هو اللي كان بيلعب كل 72 ساعه، والكلام ده احنا قلته لحضراتكم امبارح. لكن اللي احنا شايفينه ده عك اداري غير طبيعي. محدش عارف ايه اللي بيحصل، محدش عارف فيه ايه. عك ما هو الا مجرد عك. ولكن بالمناسبه بالشكل اللي احنا او العك اللي احنا كنا بنشوفه الموسم السابق والمسكنات والمهدئات والكلام اللي كان بيحصل ده، كان لازم تبقى دي نهايه اتحاد كره القدم. مع الاحترام لكل اعضاء الاتحاد كلهم اصدقائي، ولكن فشل ذريع قدام الناس كلها. حتى المسكنات اتكشفت دلوقتي، حتى المسكنات كشفت دلوقتي. اصبح النادي الاهلي وكالعاده، يعني مش اصبح، كالعاده الناس كلها بتقول النادي الاهلي كان عنده حق. النادي الاهلي هو اللي طلب وهو اللي قال، وكان بينظر الى المصلحه العليا، المصلحه المصريه، مصلحه الرياضه المصريه وكره القدم المصريه.